تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ، مرحبا عامك بخير. حياكم الله. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. آمين، اللهم صل على آمين يا رب العالمين. شيخ، بغيت أسأل بالنسبة عن العشر ذي الحجة. نعم. يعني النية إن شاء الله أن إحنا نصوم يوم عرفة. نعم. لكن لازم إحنا نصوم التسعة كلها؟ هذا السؤال الأول. أما بالنسبة لصيام العشر من أو التسع من ذي الحجة، لأن العاشر اللي هو يوم العيد لا يصام طبعا، لكن هي تقال العشر هكذا على سبيل التبليغ التغليب، وإلا فالصوم للتسعة الأوائل لا يشترط أن يصومها الإنسان كاملا، لو صام بعضها لا بأس.